بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة حضراتكم طيبين. النهاردة في نهضة العذراء اسمحوا لي الأول نعرف الموضوع اللي هو علينا النهاردة اللي هو ما بين الوداعة والاتضاع، وهناخد بس آيتين. الآية الأولانية هناخدها من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كلوسي أصحاح 3، آية واحدة بس، كلوسي 3 آية واحدة والآية 12. فبيقول: فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أناة. بأول جزء. الجزء الثاني في إنجيل القديس متى أصحاح 11 اللي فيها السيد المسيح بيقول لنا إيه بقى؟ تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آية 29: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأني نيري هين وحمل خفيف والمجد لله دائما أبديا أمين. زي ما عرفت بعنوان الدرس أو عنوان الموضوع بتاع النهاردة عن الوداعة والاتضاع، وطبعا الموضوع دوت من أجمل المواضيع وخصوصا مناسبته حلوة جدا في صوم العذراء. لو حبينا نسأل الست العذراء إيه رأيك في الموضوع دوت، هتقول المفروض إن أنا الست العذراء المفروض أجي أكلمكم أنتم، لأن اللي هيتكلم في الموضوع دوت المفروض يتمتع بهذه الفضيلة. والحقيقة الفضيلة دي بالذات أحبائي هي أم كل الفضائل، زي كده عكسها الغضب. الغضب بيخرج منه كل الخطايا وكل الرذائل، لكن هنا لما نيجي نتكلم عن الوداعة والاتضاع دي أم كل الفضائل، لأن هنعرف دلوقتي من خلال الإنسان الوديع هل الست العذراء كانت وديعة كانت متواضعة. طبعا بلا شك. شوف الست العذراء قالت الملاك في البداية: ليكن ليك قولك وزع نعمة الرب، وفي الآخر في تسبيحتها أنزل الأعزاء عن الكراث ورفع المبتدئين. جم يسألوا عن السيد المسيح كان بيوعظ في مكان وقالوا له: أمك وأخواتك عايزينك بره. هنلاقي السيد المسيح له كل المجد بيشاور يقول لك: من هي امي ومن هي ومن هم اخوتي، وشاور على اللي بيسمعوا كلامه فقال لهم: دي امي واخوتي، كل الذي يصنع مشيئه ابي هو ابي، هو اخي واختي وامي. وطبعا مين اللي عمل مشيئه الرب؟ مين اطاع؟ هي الست العذراء قالت هوذا انا امة الرب. عشان كده الموضوع بتاع النهارده عايز ربنا يدينا نعمه وبركه ويدي للمتكلم الأول أنه يكون فعلا يطلب هذه الفضيلة لو ما كانتش عنده، وكل إنسان يسمع دلوقتي يطلب من قلبه أن هو يقتني هذه الفضيلة العظيمة. خلي بالكم أن السيد المسيح هنا بيقول في الآية اللي هو في إنجيل القديس متى صح 11: تعالوا إلي جميع المتعبين وثقلي الأحمال، وبعدين احملوا نير عليكم وتعلموا مني لاني وديع متواضع القلب. يعني السيد المسيح ما قالكش اتعلموا مني لاني محب، اتعلموا مني لاني فادي ومخلص. لا، انا عاوزكم النهارده تتعلموا مني لاني وديع متواضع القلب. ليه بقى؟ لانه عارف الانسان الوديع والمتواضع يقتني فضائل كتيره جدا وقريب جدا من الملكوت. طيب ليه ربنا بيهتم بالوداعه والاتضاع؟ خلي بالكم أهمية الوداعة، أن أول صلاة وردتها لنا الكنيسة في صلاة باكر: أسألكم أن الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي تعيد بكل وداعة. يعني من أهمية الوداعة أنها كانت صلاة الافتتاحية في صلاة باكر. كمان من أهمية هذه الفضيلة أنها صفة من صفات الله، صفة من صفات المسيح. وإن كنا إحنا لبسنا المسيح في المعمودية فلازم نقتني هذه الفضيلة. ليه بقى؟ لأن الوداعة نفسها صفة من صفات الله، كمانها بتؤدي إلى فضائل كتيرة جدا. علشان نستفاد من الوداعة النهاردة لازم يكون المثل الأعلى لينا هو السيد المسيح شخصيا. إذا كنا احنا بالفعل عايزين نستفاد
تعالوا بينا نشوف مواقف حلوة وجميلة جدا من مواقف السيد المسيح تثبت انها انه وديع. شوفوا كده، انا شوفوا انا اختار لحضراتكم مثلا في يوحنا 18، هو بيتحاكم قدام رئيس الكهنة. السيد المسيح هو بيتحاكم قدام رئيس الكهنة، سأله رئيس الكهنة سؤال، بيقول له ايه؟ ما تكلمنا شوية عن تعليمك، وتكلمنا شوية عن تلاميذك، وكلمنا عنك شوية. فالسيد المسيح رد عليه رد في منتهى الجمال، ما فيهوش أي نوع من العيب. قال له أنا علمت جهارا، علمت في المجامع في مجامعكم، وعلمت في الهيكل، والكل سمعني. وإن كنت عايز تسمع أقوالي اسمع، وروح اسمع الأقوال دي من اللي سمعوني. هل الكلام ده فيه عيب؟ هل الكلام ده فيه عيب في حرج؟ أبدا. لأن السيد المسيح لما رد عليه إن هو قال ومش وقت تعليم، لكنه فاجأ إن عبد رئيس الكهنة يلطمه على وشه ويقول له بهذا تجاوب رئيس الكهنة. طب تعالوا نشوف موقف السيد المسيح كوديع وكمتواضع، إيه رد فعله؟ ما هنا لازم يعلمني النهارده صفة حلوة السيد المسيح، إذا كنت فعلا ناوي من كل قلبي في هذه المناسبة إني أقتني هذه الفضيلة من كل قلبي، لازم أشوف المواقف اللي وقفها السيد المسيح له المجد. فقال له، رد عليه قال له، إن كنت اتكلمت رديئا فاشهد على الرديء، وإن كنت لم أتكلم رديئا فلماذا تلطمني؟ ووقف الموضوع على كده، بس كده يا رب، هو ده بس اللي أنت قلته، هو خلاص كده. مفيش احتداد. كأن النهارده بيقول يا ربنا، إذا كنت تعرف نفسك إنك أنت إنسان وديع ومتواضع وتتشبه بسيدك، ما يكونش عندك احتداد. أي موقف من المواقف أنت وقفتها زعلتك أو حد أغضبك، إيه موقفك؟ هل أنت احتديت؟ رجعت من شغلك مثلا وأنت تعبان وهلكان وجعان، وحسيت كده إن في البيت ما جهزولكش الأكل، وقالوا لك احنا لسه ما جهزناش الاكل، ايه موقفك كانسان مسيحي؟ هل هيكون في احتداد ولا الموضوع هيمر؟ طبعا احنا مش هنجيب اجابات، الاجابات عند حضراتكم، وهكذا في كل المواقف. فنلاقي السيد المسيح له المجد في مواقفه كان بيثبت ان هو وديع ومتواضع القلب. شوفوا كده في حديثه مع ابونا ابراهيم في العهد القديم. أبونا إبراهيم في العهد القديم ربنا كان راح يحرق سدوم وعمور، فطبعا اتقابل مع إبراهيم وقال له أنا ما أقدرش أعمل أي عمل غير لما أخبرك يا إبراهيم، كل الأمور لازم أبلغك بيها. فابتدى يقول له أنا هحرق سدوم وعمور، فابتدى إبراهيم يقول له أديان كل الأرض لا يصنع عدلا، أتهلك البار مع الأثيم؟ طب لو كان في المدينة 50، لما تعفو عن 50. وابتدى القصه اللي حضراتكم عارفينها، انه شوفوا الحوار، ان ابراهيم بنفسه يقول له اتصنع اديان كل الارض لا يصنع عدلا. طبعا في شكل الكلام في نوع من الحده، ولكن لا، من ربنا صفه الوداعه، لكن سمح لابراهيم خليله ان هو ياخد معاه هذا الحوار، لان ابراهيم كخليل الله ربنا سمح له بهذا الحوار. ليه؟ لأن الله بيتصف بالوداعة وبيتصف بالاتضاع. شوفوا كده موسى النبي في العهد القديم قال له اسمع يا رب، عاوز يحامي عن شعبه، إذا كنت هتهلك هذا الشعب خلاص امحو اسمي من سفر الحياة، يا تعفو عن الشعب وإلا. خلي بالكم الكلمة صعبة، وإلا، يعني شوفوا موسى الدلالة لقد إيه، لأنه عارف سيده ومخلصه أنه يتصف بهذه الصفة الحلوة، قالوا ارجع يا رب عن حم غضبك. شوف وداعة الله مثلا مع واحد زي يونان النبي، شوف من أهل نينوى، بعد ما ربنا سمح بأن الدودة تأكل الشجرة اللي كانت مغطية يونان من الحر، فطبعا اختاز يونان، فجاء ربنا يقول له ايه، هل اختزت بالصواب؟ هل يا يونان انت فعلا كنت على حق انك انت تغصت؟ قال له ده انا اختصت حتى الموت. شوفوا الرد، لكن سمح له
ده تتخيل بقى ان هو سمح للشيطان ايام ايوب ان هو يبقى وسط ابناء الله وما انتهرش الشيطان. ليه ما عملش كده ربنا؟ لانه بيتصف بالوداعة. فالنهارده بيقدم لنا السيد المسيح له المجد هذه الفضيلة علشان خاطر نتمثل بيه، لانه عارف قد ايه الوداعه والاتضاح هتوصلنا لايه. يبقى اذا قلنا ان الكنيسه في البدايه ادتنا في بدايه صلواتنا ان احنا نقدم صلواتنا بالوداعه زي ما قال لنا بولس الرسول اسالكم انا الاسير في الرب. الوداعه ايضا هي صفه من صفات الله، هي الصوره اللي خلقنا عليها الله، صورة الله الوديع، مش خلق الإنسان على صورته ومثله. طب بما إن الله نفسه وديع فالإنسان لازم يكون وديع، ولكن الخطية أفسدت هذه الفضيلة إلى أن جاء السيد المسيح له المجد وأعاد النهاردة زي ما سمعنا في إنجيل القديس متى صح 11، وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. عارفين النتيجة بتاعت الوداعة؟ فتجدوا راحة للنفوس. تخيل ان الانسان الوديع المتواضع طول عمره وطول حياته يعيش مرتاح، مش هيقول الهم في شيء ولا يبقى انسان عايش في نرفزه لانه بيتمثل بالمسيح. فاحنا النهارده ربنا بيبين ان هو دايما عينه على الودعاء، يقول لك يرفع الله الودعاء يعني او يعلم الودعاء طرقه. عارفين يعني يعلم الودعاء طرقه؟ يعني الإنسان الوديع ربنا بيعلمه طرقه. زمان زمان في أيام داوود كان ساكن هربان من شاول وساكن جنب جماعة اسمها جماعة الزيفيين، فطبعا هو كان مستخبي من شاول، فسمع إن شاول جاي عليه، لكن وقف كده قدام الله وقال له يا رب هل الزيفيين أخليني في مكاني ولا زيفين هيسلموني لشاول؟ بما إنك وديع لأن قالك وجدت قلب داود حسب قلبي. فهو كان إنسان وديع داود على فكرة، فقال له هيسلموك يا داود، يعني أمشي يا رب، أمشي يا رب، أمشي يا داود. يعني معنى كده أني ربنا دايما بيعلم الودعاء طرقه. خلي بالكو أن احنا الوداعة دي مش معناها ضعف. شوفوا كده زكريا النبي في العهد القديم، شوفوا لما تنبأ عن دخول السيد المسيح له المجد اورشليم، قال ايه بقى؟ لا تخافي يا اورشليم، وذا ملكك ياتيك راكبا على جحش ابن اتان. ياتيك ايه بقى؟ وديعا متواضعا، يعني رغم انه داخل بالنصره، مش كده؟ داخل منتصر، لكن مع النصره كان انسان وديع، داخل ملك وديع. وده جمال السيد المسيح. لو احنا شوف حبة، احنا لو احنا فعلا خدنا السيد المسيح ووضعناه في وسطنا وقعدنا نبص ازاي بيسلك وازاي عاش في حياته ونتمثلنا بيه، هنقدر بمعونة الروح القدس احنا نقتني هذه الفضيلة. شوفوا في ميلاده حد حس بيه؟ ما حدش حس بيه، حتى رؤساء الكهنة عارفين انه اتولد في اليوم دوت وعارفين انه كان في بيت لحم، وهيرودس الملك سألهم وجاوبوه. طب وانتم موقفكم ايه؟ محلك سر زي رجل المرور يشاور على العربيات تعدي الاشارات ويفضل واقف مكانه، وهم نفسه عاملين زي رجل المرور يشاور، عايزين تروحوا للمسيح، اتولد في بيت لحم، روحوا بيت لحم. طب وانتم؟ هم في مواله، هم هنا، محدش حس بيه. وطبعا في حياته برضو محدش حس بيه. شفت النبوة اللي تنبأ عنه أشعياء النبي، تنبأ عنه وعن شخص المسيح أشعياء النبي لما قال إيه؟ لا يخاصم ولا يصيع ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ، مش كده؟ شوفوا في وداعته إزاي كان بيتعامل مع الناس، كله حنان وكله عطف، كله حنان وكل عاطي، يبص على الناس من بعيد كده يقول انا قد ايه حنين على هذا الشعب. كان ينظر اليهم زي ما يكونوا غنم وما لهمش راعي، لانه كانوا غنم لا راعي لهم. طب ايه رايكم في معاملته مع الخطاة؟ شفتوا سمعتوا عن السيد المسيح انتهي خاطي؟ شفتوا مع السيد المسيح بكت انسان في الخطيه؟
ده من كتر ما هو بيحب الخطاة ويعاشرهم وصفوه بأنه إيه؟ محبا للعشرين والخطاة، يقعد يأكل معاهم. شوفوا قد إيه؟ شوفوا المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وجابوها له في الوسط، يلتفت إليها يقول لها يا امرأة، يا امرأة. الأول قال لها يا امرأة، إدها لقب من أجمل الألقاب للستات، لأن الامرأة يعني يا سيدة، هو نفس اللقب اللي إداه لأمه. يعني عاوز تقول إن تساوت أمه الطاهرة القديسة مع هذه المرأة الخير أيكم؟ يقول لأمه يا امرأة ويقول للست يا امرأة، يبقى ده علامة على الوداع. شوف قد إيه كان بيتعامل. يا امرأة ما ذلك أحد؟ قالت له لا يا سيدي، ولا أنا كمان، أنا إيه؟ أنا لا أدينك. حتى في أعماله لما كان بيعمل عمل حلو أو كان بيعمل يشفي مريض أو يخرج شياطين، وفي وقت من الأوقات كان بيقول لهم أوعى تقولوا لحد، لا تقل لأحد، ما تقولوش لحد على هذه المعجزة. شوفوا كده في نهاية خدمته رفضوه، وشوفوا قد إيه في نهاية خدمته، يعني كان قرب على نهاية الخدمة ودخل مدينة للسامرة، غير المرة الأولانية بتاعت موضوع السامرية. ده المرة الأخيرة قبل ما يدخل أورشليم، دخل قرية للسامريين رفضوه. فجاء يعقوب ويوحنا وقال له أتسمح إن إحنا نطلب نار من السماء وتحرق المدينة؟ وبعدين خلي بالك يا رب، أصلها حصلت قبل كده في العهد القديم. فاكر إيليا لما طلب نار علشان تحرق ذبيحة البعل؟ نعمل كده. لكن الوديع المتواضع شخص ربنا يسوع المسيح قال لهم من أي روح إن أنتما؟ ابن الإنسان لم يأتي ليهلك بل ليخلص. عشان كده سماهم بوانا نار، بوانا نرجس. شوف وديعا حتى في عظمته. يعني ايه وديعا في عظمته؟ لما دخل اورشليم ارتجت المدينه في الاسبوع الاخير، صح؟ ارتجت المدينه، واللي كان بيفرش ملابسه واللي يجيب الزعف، وارتجت المدينه كلها. لكن طبعا اتحققت نبوه زكريا النبي ان هو كان راكب على جحش وعلى اتان، وتحققت النبوة أنه دخل وديع متواضع في هدوء تام، في هدوء تام. عشان كده لما تيجي النبوة وتقول وهو رايح للصليب، يجي أشعياء النبي يشوفه في العهد القديم يقول كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صمد أمام جزية فلم يفتح فاه، في منتهى الوداع سلم نفسه دون مقاومة. ده شخص المسيح. طيب ايه بقى معنى الوداعة بقى؟ انت عملت مقدمة كده، ايه معنى الوداعة؟ الوداعة تجمع بين اتنين عشان يبقى عارفين. الوداعة هي المسكنة بالروح وضف لها الاتضاع، هما الاتنين مفيش فرق بينهم. لكن امتى الفرق بينهم؟ الفرق بينهم لما تجيب عكس الكلمتين. يعني انا لو قلت المسكنة بالروح، المسكنة بالروح عكسها الكبرياء، والوداعة عكسها العدوانية، فأصبح لما أجيب عكس الكلمة بيبقى فرق. لكن هما الاتنين توأم، هما الاتنين توأم. علشان كده لما نيجي نقول السيد المسيح متواضع ووديع، وديع في كل صفاته، وديع في كل تصرفاته، وديع في كل أفعاله. الوداعة بتشير إلى إيه؟ تشير إلى قوة تحت السيطرة. شوف يبقى إنسان كده يبقى حاسس إنه عنده قوة داخلية، لو في أي حاجة نرفزته أو حاجة ضايقته تلاقي الوداعة قدرت تتحكم فيه. شوفوا بولس الرسول كده يجي يقول لك أقمع جسدي واستعبده. يعني إيه تقمع جسدك؟ يعني ما تدلوش الزمان، ما يبقاش زي الحصان الجامح. ليه يا بولس الرسول؟ قال لك ده هتفيدني في الخدمة، أقمع جسدي واستعبده حتى بعد ما صرت لما اصير كارثه للاخرين، لا اكون انا نفسي ايه؟ نفسي مرفوض. فالانسان الوديع يقدر يسيطر على ردود افعاله. يعني عاوز ناخد امثله من الامثله الجميله في الكتاب المقدس. تعالوا ايه رايكم في موسى؟ موسى في بدايه حياته، وموسى او نقول موسى قبل البريه، موسى بعد البريه. موسى وهو في قبل البريه وهو في مصر،
كان إنسان جامد جدا، ما كانش لا يمتلك هذه الوداعة ولا هذا الحلم. نزل يفتقد شعبه ولهم اتنين بيتخانقوا، واحد مصري مع واحد إسرائيلي، ما فيش تفاهم. قام على المصري وقتله، ومش كده وبس، ودفنه. وجاء تاني يوم برضه يعمل افتقاد، بس المرة دي لقى اتنين اخواته هما بيتخانقوا، حب يفك بينهم، فقالوا له أتريد أن تقتلنا كما قتلت المصري؟ وطبعا طبعا السر اتكشف، فكان لازم موسى في اللحظة دي يهرب في البرية. طيب بعد ما قعد في البرية كم سنة؟ قعد 40 سنة. حصل ايه بقى؟ وكان موسى رجلا حليما أكثر من كل الذين هم على الأرض. يا سلام على الجمال كده، لما النعمة تستلم الإنسان، أو الإنسان لما يكون عايز النهاردة يقول أنا عايز أبقى وديع وعايز أعيش حياتي في راحة، يقدر المسيح يغيره. تلاقي بقى في حياة موسى بقى حصل تغيير كتير جدا. جم مرة من مرات هارون ومريم اتكلموا عليه من وراه بسبب المرأة الكوشية التي تزوجها. عارف مين اللي حام عنه؟ اللي حام عنه السيد الرب. فقال مريم وقال لها انت تتكلمي على اخوك، قلتوا ممكن اكلمكم كلام لكن، او ممكن انا اتراءى ليكم، لكن عبدي موسى انا اكلمه وجها لوجه. وطبعا كانت النتيجه ان ربنا عاقب مريم واصيبت بالبرص، وعطلت الرحله بسببها اسبوع كامل، لان منتظرين مريم عشان تشفى. وكان النتيجه ايه؟ تعالوا نشوف موسى الحليم تضرع إلى الرب وقال له من فضلك يا رب اشفيها، من فضلك يا رب، رغم إنها اتكلمت عليه، ما خلاص، ما بقى إنسان حليم، بقى إنسان وديع. يقول لك لا يوجد كعبد موسى، لا يوجد كعبد موسى. عشان كده لما نلاقي الإنسان اللي عاوز يتحول الإنسان وديع ومتواضع، ممكن يسلم إيده للنعمة الإلهية دي، ممكن يتشفع بالست العذراء، ممكن يصلي معايا علشان اكون زيك. شوفوا قد ايه بولس الرسول، اعملوا انتم مقارنه حضراتكم بنفسكم. بولس الرسول الانسان اللي كان وحش، ده بولس الرسول المفتري، ده هو اللي قال على نفسه على فكره، شاور المفتري، شاور المجدف، المجدف يعني كان بيطلع كلام غير لائق من بقه، اللي شاور القاتل، شاور القاتل. لكن لما استلمته النعمه الالهيه تحول تحويل جذري، فأصبح من إنسان مضطهد ومفتري يجي كده يقولك إيه ده، إحنا قد حسبنا كغنم للذبح. يا ده يقول كمان لكنيسة من الكنائس كنا حنين عليكم كالمرضعة. الراجل اللي كان موافق على قتل استفانوس أصبح إنسان حنين، إنسان حنين. يجي بعد كده يقول لك لست اطلب ما يوافقني، ده بولس الرسول. انا اصبحت دلوقتي ما بدورش على اللي يوافقني، وما انا عاوز تدور على ايه يا بولس الرسول؟ ما يوافق الاخرين، ما عشان تعلم الوداعه، تعلم الوداعه. عشان كده سالوا الانبا بخمس، يقول له كان دايما الانبا بخمس القديس بالشركه كان دايما عنده فضيله الرؤى، كان دايما يشوف رؤى سماويه كتيره جدا. فسالوه مره وقالوا له ايه بقى؟ قالوا له اجمل ما رايت يا ابونا. قال لهم عارفين اجمل ما رايت؟ ما اجمل ان الانسان يرى انسانا وديعا. تخيلوا يعني كل الرؤى السماويه ديت يا انبا بخمس ما عجبتكش، بصيت قال لك اجمل ما في الوجود انك انت تبص على انسان وتلاقي هذا الانسان ايه؟ هذا الانسان وديعا. يا سلام. قديس موسى الاسود لما حبوا يرسموه قسيس فجابوه من حد علشان يرسموه قسيس، فحبوا يجربوه، فالاسقف حب يديله امتحان، فقال لهم انتوا جايبين مش ناقصين غير هذا الاسود جايبينه عشان تدوله الكهنوت. فطبعا كانت النتيجه ان هو خرج وقال له يلا تستاهل يا اسود اللون، وطبعا نجح في الامتحان رغم ان هو شاهد وقال انا كنت مضطرب نفسيا، لكن قبل على نفسه ان هو يخرج. لكن طبعا رجع واترسم. ليه؟ لان المفروض ان الانسان يكون انسان وديع. طيب الوداع عمليا،
الوداع عمليا دي حياة، حياة يومية صدقوني. شوفوا قد إيه لما يكون إنسان وديع إزاي يتعامل مع الناس اللي أقل منه. تخيلوا إنسان في مركز، في مركز كبير جدا أو منصب، تحت منه ناس أقل منه لأنه رئيس كبير. تخيلوا لو هذا الإنسان وديع، إيه تعامله مع الناس؟ أكيد هيتعاملهم بالرقة، لأنه دايما بما إنه وديع دايما يهتم بظروف الناس، دايما يبص على طلبات الناس، لا ينظر إلى ما لنفسه بل إلى الآخر، يترفق بيهم. يجي بولس الرسول بيقول لنا أنت أب وبتربي، صحيح أنت الكبير وأنت اللي بتأكل وأنت اللي بتشرب، أخبارك إيه كمسؤول في البيت؟ بتغيظ أولادك ولا بتربيهم تربية حلوة؟ بولس الرسول يقول لك أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. الإنسان الوديع يا أحبائي إنسان عمره ما يذم في الآخرين، ولا عمره يدين أيضا الآخرين، وعمره دايما في حديثه يكون إنسان بيرد على الناس في هدوء. كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء بوداعة وخوف. تلاقي كده إنسان في سلطة أو إنسان في حتى إنسان في رتبة كنسية كبيرة لازم يتمتع بهذه الصفة. عشان كده بنقول الأب الأسقف أو البطرك اللي أعلى رتبة عندنا في الكنيسة لازم يتمتع ب12 فضيلة، لأنه في مركز لازم يكون فيه، لأن الخدمة بتاعته وقعد على الكرسي بدون هذه الصفات الخدمة مش هتكون ناجحة بتاعته خالص. عشان كده إذا كنت أنت في سلطة اوعى السلطة، او في مركز ديني اوعى السلطة تنسيك وداعتك. كده نناجي كل رتبة في الكنيسة تمتع بهذه الصفة انك لا تكون غضوب. بولس الرسول بجلالة قدره يقول لبتوع افسس، يقول لهم 3 سنين 3 سنين لم افطر ان انذر بدموع كل احد. يعني لما يلاقي انسان وقع في الخطية يقعد ينظر يقول له ابعد عن الخطيه، مش كلام ده، كمان مع التوعيه في دموع بتترف، لانه عارف قد ايه ازاي يتعامل مع الانسان الخاطئ، يتعامل مع الانسان الخاطئ دون ان يجرحه دون تجريح. شوفوا السيد المسيح لما دخل بالبستان جثماني، دخل بستان جثماني وكان يتمنى ان التلاميذ يكونوا سهرانين معاه اشد الاحتياج إن حد يواسيه، وبعدين بيقول لهم من فضلكم أما تسهروا معي ساعة واحدة، من فضلكم اسهروا اصحوا خليكم معايا، نفسي حزينة حتى الموت. اضطرب يسوع وبكى في بستان جثماني، لكن طبعا التلاميذ سابوه ناموا، لكن قدرهم قال لهم معلش معلش. عارفين معلش ليه؟ لأن الجسد ضعيف، الروح نشيط، الجسد انتوا تعبانين طول النهار، ناموا ناموا الآن واستريحوا. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده قد ايه المرأة التي امسكت في ذات الفعل ازاي كان عاملها ازاي وازاي انقذها من ايديهم. عشان كده لما يكون انسان وقع في خطية، لما يكون انسان وقع في ذلة، يجي بولس الرسول ينصح الكنيسة وينصح الخدام يقول لهم ايه بقى؟ اصلحوا انتم الروحيين مثل هذا، من اللي وقع في الخطية يعني، اصلحوا أنتم الروحيين مثل هذا بروح الوداعة. بروح الوداعة، يبقى لما يجي النهاردة السيد المسيح يشاور يقول لنا أحبائي تعلموا مني لأن وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. تيجي الفضيلة دي بتولد معها فضائل كثيرة جدا، بتعلمنا الفضيلة دي ازاي نتعامل حتى على اللي بيخالفونا الرأي، حتى اللي بيخالفونا الرأي. الإنسان الوديع عمره ما يثور ولا يغضب، عمره ما يثور ولا يغضب. ليه بقى؟ حتى اللي بيخالفوه كل مبادئه بيبقى مواقفه دايما نبيلة. هقول لكم موقفين في العهد القديم، واحد كان إنسان متواضع وكان وديع، وهما الاثنين في سفر القضاء. واحد كان وديع وازاي يتعامل مع الموقف بروح الوداعة، والتاني اتعامل مع بعجرفة وبكبرياء، والنتائج أدت لإيه؟ واحد اسمه جدعون،
جدعون ده انتوا عارفين قصته، انه قاضي من قضاة بني اسرائيل. ربنا قال له هتروح تحارب المديانيين ب 300 شخص، وطبعا المديانيين عددهم كان مغطي الارض ملايين، مش دي القصه. المهم راح وربنا اداله النصره وانتصر على المديانيين. مين الاغار منه؟ سبط، اسمه سبط افرايم. وجوه في السكه وقالوا له انت ازاي تروح تحارب من غير ما تاخدنا معاك؟ انت ازاي تتجرأ وما تشاركناش معاك في الحرب؟ شوفوا جدعون كان متواضع جدا، حتى لما جاله الملاك وقالوا الرب معك يا جبار الباس، قال له انا جبار الباس؟ ده انا من سبط غلبان واهلي هم الذله في بني اسرائيل، يعني عشيرتي افقر الناس. السبط غلبان وعشيرتي في داخل السبط غلبان. تيجي هنا بروح الوداعه يقول، قال لهم مثل جميل جدا، قال لهم ايه بقى؟ قصاصة افرايم خير من قصاصة افرايم خير من خطاف ابي عزر. ابي عزر اللي هو يعني. فبيقول لهم يعني ايه قصاصة افرايم؟ يعني عاوز يقول لهم ده انتوا عملتم، انا عملت ايه نظيركم؟ ده انتوا يكفي ان كنتم مسكتوا الملكين بتوع المديان اللي هو غراب وذئب، الاثنين دول اذا كنتوا انتوا خدتوا قضيتوا عليهم وانتوا ذبحتوهم، يبقى مين الافضل؟ انتوا افضل مني بكتير، ده انتوا عملتوا عمل عظيم. وكانت النتيجه ايه؟ ان هو قد ايه بوداعته قدر يمتص غضبهم، لانه فعلا كان جاي يؤذوه ويحاربوه. طب يجي عكس ذلك بقى واحد اسمه يفتاح، يفتاح الجلعادي، نفس القصه. رجعوا قالوا له انت ليه بتحارب من غيرنا؟ غضب واستشهد، ازاي انا قاضي ورئيس تسمحوا انك تكلموني بهذا الاسلوب؟ وكانت النتيجه قام وحاربهم وخسر هذا السبت 42 الف في نفس الوقت. شوفوا قد ايه قد الانسان الوديع وقد الانسان الغير وديع. احنا بنتعلم من 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 في الكتاب المقدس سير هؤلاء القديسين عشان نحتز بيهم. فاحنا هنا السيد المسيح بيقدم لنا هذه الفضيلة، ولما يقدم لنا هذه الفضيلة هو اتمتع بيها. لأن أولا الوداعة دي، الإنسان لو إنسان وديع من أهمية أنه يكون مثل الله. تخيل كده لما تبقى إنسان أنت وديع ومتواضع كده، فأنت زيك زي المسيح. مش نفس حضرتك النهاردة نقول للست العذراء يا ريت نقتني هذه الصفة؟ لان احنا مخلوقين على صوره الله، واذا كانت الصوره ديت افسدتها الخطيه جاء السيد المسيح وجددها من تاني، ودانا الحياه اللي تساعدنا على ان احنا ايه تخلينا نسلك هذه الفضائل. يا رب ادينا ان احنا نتمتع بهذه الفضيله. اللي ما عندوش وداعه ومتضع ولسه الذات عنده منعنشه شويه زي حالاتي، أنا النهاردة هطلب من كل قلبي إن ربنا يديني هذه الصفة الجميلة، لأن منها تولد عندي فضائل كتيرة جدا، وتكمل الفضائل بهذه الفضيلة الجميلة. يعني لما يجي ربنا يقولك تعلموا مني النهاردة، طب ده السيد المسيح له المجد بيشجعني، اديني يا رب إن أنا أتعلم منك وأكون زيك. ده أنا لو خدت صفة الوداعة والاتضاع هيبقى النير بتاع المسيح أخف نير، والحمل بتاع المسيح أخف حمل. ليه؟ لأني لست لذاتي ولا لشهواتي ولا لكرامتي، بل للمسيح الوديع المتواضع. شوفوا عظمة بولس الرسول بعد ما قبل الدعوة. سر نجاحه في الخدمة هو أنه خلاص قضى على ذاته وعلى كرامته. ما فيش كرامة عند بولس الرسول، ما يفرقش عنده انه ممكن يوعظ وهو الحديد في ايديه، ممكن يرنم وهو في سجن فيليبي ورجليه مربوطة لفوق هو وسيلة. تخيلوا ان واحد بيقول له بيرنم وبيسبح ربنا ايديه ورجليه يعني مربوطة في المقطرة، في المقطرة مكان كده عالي بحيث ان الانسان رجليه بتبقى لفوق.
يعني الدم بينزل في راسه مش بيعرف يتكلم، لا ده بيسبح. ايه اللي وصله للمكانه ديت؟ لست احتسب شيئا لذاتي ولا نفس سمينه عندي حتى ان اتمم بفرح سعي والخدمه اللي ربنا ايه اللي ربنا اداها لي. فهنا الوداع يا احبائي لابد ان نسلك فيها مع كل الناس ولكل الناس، يعني ما فيش فرق. يعني كل طغمات الشعب السيد المسيح له المجد بيناديها، حتى مع المقاومين لينا، حتى مع المقاومين لينا. شوفوا بولس الرسول بيقول لك ايه، مؤدبا بالوداعة المقاومين عسى ان يعطيهم الله رجاء وتوبة. يعني انت لو قاوموك شافوا فيك صفة الوداعة، ده ممكن بروح الطاعة وبروح الوداعة يقدموا توبة لربنا بسببك. شوفوا قد إيه ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح على لسان بولس الرسول بينادي لكل الشباب وبينادي لكل النساء وبينادي لكل طغمة الشعب بالوداعة. شوف بيقول تلميذه تيموثاوس كان شاب، بيقول له إيه؟ اتبع البر والتقوى والمحبة والصبر والوداعة. وتيموثاوس كان شاب. طب ايه رايكم في النساء في السيدات؟ ده بطرس الرسول بيوجه نداء للسيدات وبيقول لهم عارفين الجمال الحقيقي؟ عاوزه تبقي انت ست جميله فعلا وجميله في عين المسيح وفي عين الملائكه وفي عين الناس، خد الايه دي، تكن زينتكم زينه الروح الوديع الهادي الذي قدام الله كثير السماء. اقولها لحضرتك تاني، ده تلاقيها في بطرس الرسول الاولى، بيقول للست للمراه عاوزه تبقي جميله جميله الروح، وحتى برضو اصل جمال الروح بيطفح على جمال الجسد، زينه الروح الوديع الهادي الذي قدام الله كثير الثمن. فبيقول لك ان جمال المراه، حتى يا ابن صراخ بيقول لك جمال المراه في هدوها وودعاتها. عشان كده بنقول ان هذه الصفه اللي اتمتعت بيها الست العذراء اللي عمرها ما غضبت ولا وبخت حد، اللي اتمثلت بالمسيح ابنها وفديها، واللي كانت عندها وداعه من الداخل وعندها وداعه من الخارج. لان الانسان الوديع اللي من الداخل ازاي اعرف انه وديع من الداخل؟ اصل اوقات كتير جدا بيبقى عندنا تحكم في اللفظ، مش لاقي مثلا الناس يقول لك ايه، الله الراجل دوت لسانه حلو، يا بخت مراته بيه، وسط في الشغل بالذات لسانه زي العسل مع الناس، يقول لك يا بخت بيته بيه، لكن اتاني بقى لسانه حلو قدام الناس لكن يروح البيت الموضوع متغير خالص. ليه؟ لانه بيتظاهر في الخارج بالوداعة. لكن الإنسان الوديع الصحيح اللي مش مزيف ده إنسان وديع من الداخل أيضا، إنسان منكسر النفس ومنسحق الروح. ده الصفة بتاعت الإنسان الوديع الغير مزيف من الداخل ومن الخارج. إنسان ما عندوش البر الذاتي خالص، إنسان عمره ما لام حد، تلاقيه قليل في الكلام، قليل الكلام، كمان عمره ما يقبل اي كرام من حد، حتى لو كرموه الناس ما بيصدقش على نفسه انه ينال هذه الكرامه. كمان انسان من الخارج طبعا، من حركاته ومن اسلوبه ومن قعداته. تعالوا بينا النهارده في الختام نطلب من الرب يسوع، نقول يا رب احنا اولادك وعايزين نتمثل بيك. وإن كان فينا عيب، وإن كان فينا حد دلوقتي إنسان ما اقتناش هذه الفضيلة، الفضيلة دي يا رب مهمة لخلاصنا، مهمة يا رب لعيشتنا ومعيشتنا معاك، مهمة لكل أب في البيت إزاي رب أولاده، كل زوج إزاي عامل زوج، وكل زوجة إزاي تعامل زوجها. مطلوبة هذه الفضيلة في الكنيسة، مطلوبة لكل خادم، مطلوبة أيضا للمخدومين، لكي نعيش حياة مقدسة ونقدر نجتاز هذا العالم بكل تجاربه وبكل مشاكله، لأن احنا محمولين على الأضرع الأبدية، لأن ربنا بينور علينا
لأن إذا كنا مدعاة بالحق هو يتحكم فينا وهو اللي يرشدنا للطريق الصح. ربنا يباركنا جميعا ويعطينا دائما أن نسلك كما هو سلك وعاش، الذي له المجد في كنيسته من الآن وإلى أبد الأبدين وإلى دهر الدهرين. كل عام وحضراتكم بخير.